السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل صحة وبافضل حال. طبعا كل سنة زي ما احنا عارفين احنا بنعمل فيديو عن السنة الجديدة واهداف السنة الجديدة. طبعا الفيديو ده بيختلف من واحد للتاني، في واحد اهدافه بتبقى مختلفة عن التاني، تمام؟ بس انا بنزل لكم الاهداف اللي انا عملتها في السنة الجديدة اللي انا عايز اوصله في سنة 2023. وطبعا كل واحد بقى يشوف هو عايز ايه. بالنسبه لنا انا كتبت طبعا زي ما كل مره بنعمل تو دو ليست او قايمه بالمهام زي نظام جورنالينج كده بنعملها، بتكتب فيها انت مثلا عايز توصل ايه، عايز تحقق ايه، ايه اللي نفسك فيه تعمله. مش شرط تبقى حاجات ذو قيمه فلوس، بس ممكن تبقى حاجات ذو قيمه معنويه اكتر، تمام؟ طبعا احنا عدى 3 شهور من السنة، بس مش مهم، عادي جدا هنكمل اهداف السنة، مش مهم. بس والله العظيم ده كان غصب عني بسبب ضغط وكده، بس مش مهم نكمل. المهم تعالوا اشارككم ايه الاهداف اللي انا كتبتها، تمام؟ اول هدف كنت كاتبه، كنت كاتب ان انا اوصل 20,000 على اليوتيوب. دي الحاجات اللي انا كتبتها، كنت كاتب ان انا اوصل 20,000 على اليوتيوب ومليون مشاهدة، ده في سنة 2023. طبعا احنا لسه 7,000، لسه ما وصلناش 20,000 ولا حاجة، بس دي حاجات ان شاء الله اشتغل على نفسي عليها على قد ما اقدر، بحيث ان انا احاول احققها، تمام؟ وكنت كاتب ان الجي بي اي بتاعي يوصل 3 و4. 3 و4 اللي مش فاهم يعني ايه جي بي اي، الجي بي اي ده حاجه نظام لها علاقه بتقدير الكليه، تمام؟ تالت حاجه كنت كاتب ان وزني يوصل 60 كيلو، لان اللي مش عارف انا وزني 55 كيلو ثابت من ثالثه اعدادي، ما بيتحركش لا بيزيد ولا بيقل، 55 كيلو. رابع حاجة وبإذن الله دي حاجة أحاول أشتغل عليها، اللي هو مثلا أروح جيم أو كده. رابع حاجة كنت كاتب أقرأ كتاب عن العادات الذرية. كتاب العادات الذرية ده حرفيا اللي مش عارفه كتاب فايته كتير اللي مش قراه، أنا لسه مش قريته كله بس بحاول، تمام؟ وإن شاء الله من أهدافي السنة دي إن أنا أقرأ الكتاب ده كله وأخلصه. تاني حاجة، خامس حاجة كنت كاتب إن أنا أحفظ جزئين من القرآن، وفعلا أنا بقالي شهر بحفظ في القرآن، حفظت جزء ولسه الجزء التاني، فادعوا مني. سادس حاجة كنت كاتب أتصالح مع أوضتي، والله العظيم أتصالح مع أوضتي. أنت عارف ليه كاتب حاجة زي كده؟ لأن أنا كل شوية ما بيعجبنيش أوضتي، كل شوية أغيرها، رغم إن أوضتي حرفيا كل أصحابي اللي بيخشوها بيقولوا ده أوضتك جامدة، ده فيها خلفية، بس انا كل شويه انقل السرنحه دي، اطلع الدولاب، اشتري دريسنج، اشتري سبوره، اشتري ستار، اغير خلفيه، فكنت شويه كنت بغير. فكانت من ضمن اهدافي ان انا اتصالح مع اوضتي، وفعلا ده حصل، بدات اتصالح مع الاوضه بتاعتي واسيب كل حاجه زي ما هي. سابع حاجه كنت كاتب اخلي مصدر دخل ثابت ليا، دخل ثابت اللي هو مثلا انا اجيب فلوس او اقبض حاجه بس تكون ثابته، مش اللي هو مثلا اشتغل بها شهر وبعد كده اسيبها تاني او كده، ومصدر دخل انا اللي اجيبه، مش مثلا ابويا هو اللي بيصرف عليا او كده، تمام؟ رابع حاجة كنت تامن حاجة كنت كاتب أصلي وانتظم في الصلاة، ويا رب اهديني وثبتني بجد، والله العظيم كلنا ندعي الدعاء ده ان ربنا يهدينا ويثبتنا، لان انا زي زيكم ساعات بصلي، ساعات ما افوت ركعتين ثلاثه، ساعات افوت فرض كده، فاللي هو يا رب اهديني وثبتني. وحرفيا دي حاجه انا هسعى عليها جامد الفتره دي، ان انا انتظم في الصلاه، يا رب يا رب اهديني وثبتني. وادعوا انتوا كمان نفس الدعاء ده، اختم القران في شهر رمضان، وبالفعل ده حصل، انا ختمته كمان قبل ما رمضان يبدا، يعني انا قريت القران كله قبل ما رمضان يبدأ، يعني رمضان لسه عليه حوالي اسبوعين وانا الحمد لله عملت حاجة زي كده. فعل حساب ادسنس للقناة، وفعلا انا فعلت الحساب واسمع كل يوم بودكاست جديد. واللي مش فاهم يعني ايه بودكاست، بودكاست ده عبارة عن فيديوهات، بس فيديوهات يعني فيديوهات مش بس من الخيال، ده فيديوهات قصص نجاحات ناس وقصص اهداف، حرفيا يعني بدلت حياتي تماما، اللي هو انت بدل ما تسمع فيلم او مسلسل، لا ده انت بتسمع بودكاست. حرفيا يا جدعان البودكاستات دي هتغير حياتك 1300 درجة، والله ما ببالغ، بس اسمعوا بودكاست، جربوا كده، اكتبوا على اليوتيوب بودكاست، هيظهر لكم ملايين الفيديوهات كلها فيديوهات مفيدة كده. كنت كاتب اخر حاجة بقى، كنت كاتب دي حاجة لمامتي تخص مامتي، كنت كاتب ان انا اشتري لها حلق ذهب. طبعا لسه ما عملتش حاجه زي كده، بس ان شاء الله اسعى ان انا اشتري لها حلقه ذهب في عيد الام، لان يعني انا شايف ان هي محتاجه حاجه زي كده، تمام؟ طبعا الاهداف كنت كاتب كمان بقى ايه، كنت كاتب ان انا اشتري ايفون، بس طبعا الدنيا غليت والاسعار عماله تغلى، بس شكلها كده مفيش ايفونات، فنمشي الدنيا باللي معانا دلوقتي. طبعا دي كانت اهدافي بتاعت السنه الجديده، ودي حاجات كلها انا هسعى ان انا اوصل لها، تمام؟ بالنسبه ليكو كل واحد يكتب على حسب احتياجاته وعلى حسب ظروفه وعلى حسب الحاجه اللي تخليه مبسوط وتخليه سعيد، تمام؟ دي بالنسبه لي دي الحاجات اللي كانت هتخليني مبسوط او سعيد لو انا حققتها، تمام؟ فكل واحد ليه اهدافه، والاهداف دي بتختلف من واحد للتاني، تمام؟ والاهداف اللي انا كنت كاتبها مش شرط تبقى حاجه ذو قيمة كفلوس، بس هي بالنسبة لي تعني لي الكثير كحاجة معنوية أو
حاجة هتفرحني، تمام؟ وبس كده، دي كانت أهداف السنة الجديدة. انتوا كمان اكتبوا أهداف السنة الجديدة وخلوا الورقة دي متعلقة قدامكم على طول، وكل حاجة جا مثلا من الأهداف دي حطوا لها صورة، اطبعوا صورة من بنترست وعلقوها عليكم كده على سبورة كبيرة، بحيث إن انتوا كل ما تيجي تذاكروا أو كده تشوفوا الصورة دي قدامكم وتشوفوا الهدف اللي انتوا كاتبينه، فتحاولوا على قد ما تقدروا وتعملوه. لأن احنا لما بننسى الهدف ساعات كتير جدا، بننسى نوصل لنص سنة، بننسى احنا كنا عايزين ايه في أول السنة. فحاولوا على طول الورقة دي تبقى قدامكم. وبس كده، أتمنى أكون على قد ما أقدر فدتكم. وبس كده، أشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية. سلام.